ناس ما بتاكل الجزر يا سمير بفكروا فيه سكر. هيك في ناس عن جد ما بياكلوا جزر بالحمية بفكروا انه فيه سكر وكميات كبيرة، مع انه مؤشر الجلايسيمي او قد ايه بيرفع نسبة السكر في الدم بعد تناوله يعتبر قليل، يعني مش بشكل كبير. بس للناس اللي مرضى السكري بدهم ينتبهوا انه الجزر المطبوخ بكميات كبيرة اكيد رح يرفع لهم السكر اكثر من الجزر العادي. الحبة الجزر اكيد فيها شوي سعرات حرارية اقل من باقي أكثر شوي من باقي الخضار. حبة الجزر الكبيرة تقريباً 25 سعرة حرارية، غني جداً بالألياف المفيدة للجسم. وكثير بنسمع إحنا وصغار إنه الجزر مش بيعمل بيقوي النظر، طبعاً بيقوي النظر. هذا طبعاً هذا صح ومش صح، يعني مش إنه الواحد إذا كان نظره ضعيف إذا أكل جزر رح يتحسن. بس الجزر فيه البيتا كاروتين من المواد المضادة للأكسدة، وهي مهمة لصحة النظر. يعني الأشخاص اللي بيصير عندهم في مرض نادر شوي اللي هو بيصير عندنا نقص، خلي لي يا سمير خلي لك إيش خذي يا شيخ والله يا رب خلص منها حاجة مسكي يلا لا بقدرش لا مسكي يلا لا لا هلا تغدي ليومين لا 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 خذي تغدي ليومين لا هلا أفطرت سمير والله بتروح عليك والله عليها بار رهيب أنا بعرف روما رح تطلع هسه بنجيب ما بقدر عن جد ما بقدر والله ما بقدر صحتين يا سمير أنا بجيب لك جزر أكلنا جزر الصبح على الفطور فزي ما حكينا فيها نسبة عالية من البيتا كاروتين من المواد المضادة للأكسدة جدا بتحمي من أمراض اللي بتصيب عادة الفيتامين A لما ناخده دائما بأكلنا بيحمي من أمراض الضعف البصر اللي بتصير على كبر أوكي فهذا اللي بيميزه كمان عندنا الجزر غير إنه فيه فيتامين A فيه نسبة من فيتامين K فيتامين C ونسبة عالية من الألياف مفيد جدا زي ما حكينا لمرضى السكري لأنه في نسبة ألياف ذائبة وغير ذائبة يعني هذا الطبق إيش بيصير له إذا حطينا إحنا قاعدين نلعب بينج بونج إذا حطينا له شوية جزر جنبه لا موجود موجود طبعا الزادن اللحمات اللي زادن يا هلا بالطبق الرئيسي في جزر هذا في جزر وفي بطاطا وفي إكليل الجبل وفي لو يعني الطنجرة هون فيها طبعا فيها كثير فيها بصل بس يعني هاي هذول هيك زادن شوية زبدة شوية زيت شوحناها تشويح يعني سلامة خير هذا قبل الغداء هذا عشان ناكل هسه طبعا اللحمات كويس بدنا نحكي ليش بننصح يا سمير لا احنا ما انا بلعب رياضه والله اكيد بعدين سمير ما بتعشى وما بتعشى اوكي ممتاز يعني صيام متقطع متبع يعني نعم صيام متقطع بيساعد الاشخاص طيب هسه اللون الحقيقي للجزر فعلا مش لا هو الجزر البرتقال بس في جزر الاحمر أوكي. اللي هو فيه نسبه الانثوساينين هاي المضاد برضه ماده مضاده للاكسده كثير بتحمي من امراض القلب والسرطانات هذا اللي بيميز الجزر الاحمر عن الجزر البرتقالي تمام. بس اللي بدي احكي للناس معظم الناس اللي بيخافوا من الجزر انه فيه نشا كثير وفيه سكر كثير ما بيرفع السكر اذا كان ناي تقدر تاكل مثلا في فرق بين ناكل حبه حبتين جزر وبين ناكل كميات كبيره طبعًا. بس تقدروا تدخلوه بالسلطه بالساندويشات السناكس مهمه جدا لانه اليوم بيتا كاروتين جزر كمان من انا الكيكات اللي فيهم خضار او فواكه كثير بحبهم لانه بيعلوا القيمه الغذائيه للفواكه اللي احنا بنحضرها جزر المبروش على السلطه الاولاد الصغار طبعا الفاكهه لما نسويها كيكه لا للكيك لا بيعلوا القيمة الغذائية للكيك طبعا تمام. يعني بدل ما احنا عم نعمل بس طحين وسكر عم ندخل فايبر الياف نسبة طبعًا. الالياف بالكيك بتفرق لانه كنا نحكي الصبح عن الحلويات بالرجيم كنت احكي لهم انا دائما ما بحب الحرمان بالحمية بنقدر ناكل حلو بس بتعديل كميات بسيطة وبنقدر احنا نعدل بالوصفة عشان انه لما تاكل حلو بس عم تاخذ قيمة غذائية لانه الجزر فيه نعيم الالياف الياف الذائبة المفيدة لخفض السكر والدهنيات فالأشخاص اللي عندهم دهنيات مفيد تمام. الألياف الغير ذائبة المفيد للإمساك فبنقدر إن الأشخاص اللي عندهم مشاكل إمساك برضو فيه الجزر ألياف ممتازة جدا فبس الأشخاص اللي زي ما حكينا عنده سكر ينتبه لكمية الجزر المطبوخ اللي بيأكله بده يكون بالعقل يعني عشان ما يرفع له السكر بس مش لدرجة الناس اللي مفكرينها في ناس بيلغوا من الحمية لأنه بيعتبروه أكيد مش زي السعرات بالجزر مش زي السعرات بالملفوف والخس والخيار أكيد هدول أقل لأنه بنعتبرهم free foods يعني إحنا الناس لما حدا يجوع وخلص كل الأكل اللي عنده بالحمية شو بنقول له خس خيار هدول ما فيهم الجزر بده ينتبه للكمية اللي بتناولها عشان كمان فيه سعرات إضافية بسيطة يا ستي شكرا جزيلا انت شكلك بتحكي الصبح انا بخرب لك اياه بمطبخ رؤية طبعا شكلي هيك بس هاي شوكة لو سمحت على فكرة سمير نسينا نحكي على البيبي كاروتس على فكرة بيبي كاروتس في صغيرة الصغيرة هلا اللي بنباع بالسوق بيجي مبكت اكياس هذا عبارة عن جزر كبير تقطع لها احجام صغيرة البيبي كاروتس الاصلي اللي هم
يعني بطلعوه بقطفوه وهو صغير، بكون صغيره وإلها هاي، بس اللي احنا بنبيعه باكياس هذا بدنا ننتبه نغسله منيح لانه مرات بيعقموه بحطوا عليه كلور. لما تفتحيه بدك تغسليه لانه عشان يكون في تعقيم عشان البكتيريا واللي هو اللي هم بكبير وبقصوه صغير اللي هو بيجي اكياس بس ينغسل كتير منيح لانه مرات بنخاف من. طب وهذا الثاني كيف بنحصل عليه الصغير؟ مش كتير موجود الا بالجزر البلدي اللي يعني بقطفوه لسه بيطلعوه من جذوره يعني من الارض وهو لسه مش كتير كبير هيك. بس هذا البيبي كاروتس الاصلي بس لانه دائما بيسالوني بيبي كاروتس هو عن جد بيبي؟ لا هذا اللي بيجي اكياس هذا عباره عن جزر كبير ومقطع. تمام طيب. تمام صحتين فطورا شهيا. لا لا يمكن تطلعي من هون. لا لا سمير ما بقدر بنصحك اسمع طعم الربا طعم البلوبري والتوت لا هذا رح ينسيك الماضي. اسمع مو قادر فشلينا ستي سمير مو قادر سمير نسيها الماضي. لا لا ما انسي الماضي هاي من الماضي. الماضي انتهى لما عرفتها وعرفت انها حبتني اكيد هو ده ما بقدر. روحي بس سمير بتعرف ايش معك اسمعي بس انا عشان حاسس بال يعني طيب ها كيف انه هذا كنت تكلم على الجزر كانت لحمه ماشي خلص كنت تغديتي مش قادره. طيب شكرا لك يا دكتوره ويعطيك الف عافيه. احنا دائما الله يعافيك طبعا نثق بما تقولينه والصواب صراحه صح. شكرا لوجودك دائما معنا يعني. تسلم تسلم نورك البهي. تسلم يا سمير شكرا يا دكتوره روبه. بس ما تغمس كثير بس اروح لا 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 خاف